السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل أولياء أمور طلبة وطلبة الصف الرابع الابتدائي، معكم ميس إنيس عبد الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض في ثيم 2 ماتر أند إنرجي، المحور الثاني بعنوان المادة والطاقة. إحنا عارفين طبعا إن ثيم 2 بيتكون من يونت واحدة فقط وهي يونت 2 الوحدة الثانية بعنوان ذا موشن يعني الحركة. طبعا يا ولاد الوحدة الثانية بتتكون من أربع مفاهيم، وعشان طبعا تقدر تذاكر كل مفهوم لازم يبقى عندك حصيلة من الكلمات أو تعرف بعض الكلمات المهمة لكل مفهوم عشان تقدر تذاكره طبعا بكل سهولة. طيب هنعمل ايه النهاردة في حلقتنا؟ النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعض عن الوردس، الكلمات المهمة الموجودة في concept 1 في المفهوم الأول عشان نقدر نذاكر المفهوم ده كويس. طبعا concept 1 عندنا بعنوان starting and stopping، الحركة والتوقف. تعالوا نشوف كده أهم الكلمات اللي هتجينا إن شاء الله في هذا المفهوم عشان نقدر نذاكره كويس عبارة عن إيه. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونتعرف على الكي فوكابلوري، الكلمات الرئيسيه لكونسبت 1 للمفهوم الاول. يعني ايه الكلمات الرئيسيه؟ يعني الكلمات اللي هتتكرر كتير معانا في الكونسبت ده. تمام، زي ايه؟ عندي اول كلمه معانا وهي انرجي. انرجي يعني طاقه. فورس، فورس، فورس يعني قوه. فراكشن، فراكشن، فراكشن يعني احتكاك. جرافيتي، جرافيتي، جرافيتي يعني الجاذبية. موشن، موشن، موشن يعني حركة. ورك، ورك، ورك يعني عمل. طبعا الست كلمات دول هيكرروا معانا كتير خلال الكونسبت ده، عشان كده سميناهم الكي فوكابلوري او الكلمات الرئيسية، ودي اهم كلمات لازم تكون عارفها وحافظها كويس جدا في الكونسبت ده. تمام، يلا تاني نقولهم مع بعض. انرجي طاقة، فورس قوة، فراكشن احتكاك، جرافيتي جاذبية، موشن حركة، ورك عمل. ندخل بقى على كلمات lesson 1 على طول. هنلاقي طبعا الكلمات الرئيسية دي متكررة معانا كتير، فهنلاقي مثلا اول حاجة هتقابلنا pushing force قوة الدفع، pulling force قوة السحب. قول معايا تاني pushing force، pushing force قوة الدفع، pulling force، pulling force قوة الجذب. طيب ايه كلمات تاني ممكن تقابلنا في lesson 1؟ عندي كلمة engine. انجن يعني المحرك اللي بيشغل السيارة او الطائرة، اسمه انجن. انجن، قول معايا انجن يعني محرك. تراك، تراك، تراك يعني شاحنة. قول معايا تراك، تراك. جيتر بلين، جيتر بلين، جيتر بلين يعني طائرة نفاسة. جيتر بلين. ريكواير، ريكواير، ريكواير يعني يتطلب او يحتاج. require، require. ناخد كمان كلمة satellite، satellite، satellite يعني قمر صناعي. speed، speed، speed يعني سرعة. launch، launch، launch يعني اطلاق. لما نيجي نقول اطلاق القمر الصناعي هنقول launch a satellite، launch a satellite. طيب لما نعوز نقول منصة الاطلاق هنقول launch pad، launch pad، launch pad، منصة الإطلاق. ندخل بقى على lesson 2 بعنوان making things move. طبعا معظم الكلمات هتلاقيها مكررة في lesson ده، علشان كده ريح دماغك واحفظ الكلمات كلها بتاعة المفهوم كله مرة واحدة علشان تذاكر lessons بتاعته بمنتهى السهولة. ففي lesson ده مثلا هنتكلم عن pushing force قوة الدفع والpulling force قوة السحب. تمام، طب ايه كلمات جديدة ممكن تقابلنا في lesson ده؟ زي مثلا balanced and unbalanced forces. يعني ايه؟ يعني القوى المتوازنة والقوى الغير متوازنة. balanced force القوى المتوازنة، unbalanced force القوى الغير متوازنة. team، team، فريق. rope، rope، حبل. move، move يتحرك. move towards، move towards يتحرك نحو. tug of war game، tug of war game، tug of war game يعني لعبة شد الحبل. tug of war game. suitcase، suitcase، suitcase يا ولاد يعني حقيبة السفر. suitcase. skating board، skating board، skating board يعني لوح التزلج. relationship، relationship يعني علاقة. position، position، position يعني موقع. وبكده نكون انتهينا من عرض كلمات lesson 1 و 2. نبدأ بقى دلوقتي نشوف كلمات lessons 3, 4 and 5. apply، apply يطبق.
average average متوسط chord chord عربة صغيرة continuous continuous متواصل أو مستمر crash crash يحطم deploy deploy ينتشر engineer engineer مهندس exert exert يبذل fire extinguisher fire extinguisher طفاية حريق fire extinguisher. وطبعا يا ولاد ده شكل طفاية الحريق بتبقى عبارة كده عن اسطوانة معبأة بمواد خاصة لإطفاء الحرائق. ونرجع تاني لعرض الكلمات orbit orbit مدار parachute parachute مظلة أو parachute wrap wrap يفرك أو يدلك roll roll يلف require require يحتاج transfer 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 يعني ينقل vehicle 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 يعني مركبة cars tires cars tires cars tires يعني إطارات السيارة. وبكده سنة رابعا نكون انتهينا من عرض كلمات concept 1 المفهوم الأول اللي بعنوان starting and stopping التوقف والحركة. دلوقتي بقى كده هنعمل اختبار بسيط. تعالوا نشوف كده مجموعة من الصور. هنفصل الصوت طبعا وهجيب لكم مجموعة من الصور. حاول كده تفتكر اسم كل صورة من الصور التالية.